بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم طاقة نور. وحديث طاقة نور النهاردة عن موضوع من أهم الموضوعات، وعن أرض من أهم والتي تحدث الله تبارك وتعالى عنها بأنها الأرض المقدسة، الأرض المباركة. ومن حسن حظ المصريين جميعا أن هذه الأرض التي تحدث عنها القرآن، بل هناك موضوعين في القرآن الكريم تحدث القرآن عنهم بصراحة مطلقة، هي أرض سيناء. وحق لنا نحن المصريين أن نفخر بأن هذه الأرض المباركة وهي أرض سيناء، أرض الفيروز، التي تجلى الله تبارك وتعالى عليها أنها تعتبر داخل حدود أرضنا وهي الأرض المصرية. بس قبل ما نتكلم عن هذه الأرض، لابد أن ننوه ونذكر بأن القرآن الكريم حينما يتحدث عن أي بقعة من بقاع الأرض أو عن أي مكان موجود على الكرة الأرضية، وخاصة حينما يقسم الله تبارك وتعالى به، فإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على عظم ومكانة هذا المكان عند الله تبارك وتعالى وعند النبي صلى الله عليه وسلم. فحينما نتطرق إلى الحديث عن سيناء، عن الأرض المباركة، نجد قول الله تبارك وتعالى: وشجرة تخرج في طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وفي سورة جميلة في القرآن يحفظها الصغار قبل الكبار، وهي سورة التين. يقول الله تبارك وتعالى: والتين والزيتون وطور سينين. وطور سينين المقصود به جبل الطور. وهناك سورة كاملة في القرآن الكريم تسمى بسورة الطور، بدأ الله تبارك وتعالى بها بالقسم بجبل الطور. طب جبل الطور في سيناء، حينما تجلى الله تبارك وتعالى عليه، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظم هذا الجبل، فلم يتجلى الله تبارك وتعالى على أي جبل من الجبال في القرى الأرضية كلها إلا على جبل الطور. نذهب إلى سورة الأعراف فنجد قول الله تبارك وتعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. إن دل ذلك على شيء، كل هذه الآيات وكل الحديث التي تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عليها على سيناء وعلى الجيش الذي يرابط في سيناء، فحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن ووصى الصحابة رضوان الله عليهم بأهل سيناء خيرا، وحينما وصف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أهل مصر أنهم في رباط إلى يوم القيامة، ونذهب إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. كل ذلك يخبرنا بأن هذه الأرض المباركة واجب علينا، لا تفضلا منا، وإنما يجب علينا نحن معاشر المسلمين بصفة خاصة والمصريين جميعا بصفة عامة أن يحافظوا على هذه البقعة وأن يحافظوا على هذه الأرض، تلكم الأرض التي قال الله تبارك وتعالى عنها: فلما أتاها، أي سيدنا موسى عليه السلام، نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة. والبقعة المباركة هي أرض سيناء. بل فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي الإمام الأكبر الراحل شيخ الأزهر السابق، لما أتى ليفسر قول الله تبارك وتعالى مجمع البحرين أو أمضي حقبة، قال بأن مجمع البحرين هو اجتماع مجمع البحرين، أي خليج العقبة وخليج السويس الموجود في أرض مصر. كل ذلك وأكثر من ذلك يجعلنا متمسكين بهذه الأرض،
يجعلنا مترابطين لحماية هذه الأرض، يجعلنا مقتدين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحفاظ على أرض سيناء، في الحفاظ على أرض مصر جميعا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأشوفكم في حلقة جديدة من برنامج طاقة نور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.